مرحبا بكم مشاهدينا، تغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية نتابع فيها مع حضراتكم في هذه النافذة الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة وكذلك أهم وآخر الأخبار الواردة من قطاع غزة. أفادت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية بأن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي بلغ 10,868 طنا. كذلك أوضحت مصادر مصرية مطلعة القاهرة الإخبارية بأن حجم الوقود الذي أدخلته مصر للقطاع منذ بدء العدوان بلغ 10,235 طنا من الوقود. وعن المواد الغذائية فقد أكدت مصادر مصرية مطلعة بأن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغ 129,329 طنا من المواد الغذائية. كما أدخلت مصر كذلك للقطاع وفقا لهذه المصادر 26,364 من المياه منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى يوم أمس. كذلك أدخلت مصر للقطاع منذ بداية الأزمة وحتى أمس 123 سيارة إسعاف وأكثر من 43,000 طن من مواد الإغاثة. وقد استقبلت مصر وفقا للمصادر المطلعة 3,706 مصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أكدت هذه المصادر المطلعة القاهرة الإخبارية بأن مصر استقبلت 6,071 مرافقا وحالة إنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى أمس. كذلك استقبلت أكثر من 64,600 من الفلسطينيين من مزدوجي الجنسية منذ بداية الحرب وحتى أمس. كما استقبلت مصر أيضا 582 رحلة جوية تقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة. أضافت المصادر المصرية المطلعة أن 87% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة مقدمة من الدولة المصرية أو من مؤسسات المجتمع المدني بها. حملت مصر القضية الفلسطينية على عاتقها مهما تغيرت الأزمنة والظروف طالما وقفت القاهرة كحائط صد أمام أي مخطط لتصفيتها. وعلى مدى أكثر من 180 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة لم تتوقف الجهود المصرية على المستويات كافة لإغاثة أهالي القطاع وإنهاء معاناتهم والتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار. دائما ما كانت القضية الفلسطينية ولا تزال أولوية في السياسة المصرية، دور محوري لم يتراجع أو يهتز بفعل التحديات والمتغيرات التي مرت بها مصر، بل يأتي المصريون دائما حكومة وشعبا في مقدمة الصفوف المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. ولعل 6 أشهر الماضية وهي عمر الحرب الإسرائيلية على غزة كانت شاهدة على تلك المساندة والدعم اللامحدود من مصر تجاه الشعب الفلسطيني الذي يشهد فصلاً هو الأسوأ في تاريخ الصراع مع إسرائيل. المساندة المصرية تلك جاءت عبر المستويات المختلفة بدءا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يترك مناسبة أو محفلا محليا كان أو عربيا أو دوليا إلا وكانت غزة في طليعة حديثه، وكذا وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أجرى سلسلة جولات خارجية دعما لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. على مدار نصف عام من الحرب كانت القاهرة كذلك وجهة المسؤولين الدوليين الذين توافدوا عليها أكثر من مرة للتشاور مع القيادة السياسية حول سبل احتواء الموقف ومنع التصعيد في المنطقة.
وفي هذا الإطار استضافت القاهرة قمة دولية للسلام في 21 أكتوبر 2023 للدعوة إلى الحوار، وقف العدوان على غزة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا الباحثة عن حل عادل وشامل، عبر التأكيد مجدداً على أنه لا سبيل للاستقرار في المنطقة إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأمام محكمة العدل الدولية جاءت مرافعة مصر التاريخية، والتي كشفت فيها للعالم حقيقة أكاذيب إسرائيل وسجلها الحافل بالانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني. رحلة العطاء التي تقودها مصر منذ 7 أكتوبر لم تقف عند المواقف السياسية إقليمياً ودولياً، وإنما اهتمت بالمواطن الفلسطيني الذي يعاني حرب إبادة جماعية وحصاراً مطبقاً وحملة تجويع غير مسبوقة في التاريخ الحديث. فقادت مصر قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة عبر فتح معبر رفح البري الذي لم يغلق أبوابه لحظة واحدة منذ بدء الحرب على القطاع. كذلك عملت الدولة المصرية على استضافة الجرحى الفلسطينيين وأسرهم لتلقي العلاج أو تسهيل مرورهم عبر المعبر. وأمام التعنت الإسرائيلي المتعمد لعرقلة وصول المساعدات وتحديداً إلى شمال غزة المحاصر بالتجويع، لجأت القيادة المصرية وشركاؤها الإقليميون والدوليون إلى الإنزال الجوي للمساعدات. على صعيد التهدئة، تتحرك مصر منذ بداية الأزمة بشكل مستمر من خلال التفاوض مع الأطراف المعنية للتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار والضغط نحو إدخال غير مشروط للمساعدات إلى غزة. موقف قوي أظهرته مصر كذلك في مواجهة الأكاذيب المتعددة التي يطلقها وزراء حكومة نتنياهو بين الحين والآخر، خاصة فيما يتعلق بدعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. أكاذيب واجهتها مصر بردود فعل حاسمة أعلنت فيها رفض دعوات التهجير القسري، بل وحشدت الدعم الدولي لرفض مثل هذه الدعوات الخبيثة. تدخل الحرب على غزة مشارف شهرها 7، وتواصل مصر مساعيها الدؤوبة لوقف هذا العدوان، بل وإيجاد أفق للحوار وإغاثة سكان القطاع بالتوازي مع استمرار التصدي لمحاولات إعادة صورة النكبة الأولى، والتأكيد على قناعتها الثابتة بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القاهرة السيد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. مرحبا بك معنا سيد العشري. منذ أكثر من 6 أشهر والقاهرة رقم مهم في معادلة حل الأزمة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، لو تشرح لنا مراحل تطور وتكيف الدور المصري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن مع دخول هذه الفترة في مراحل مختلفة. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد مجموعة من الحقائق والمعطيات الهامة التي تشير إلى جهود جبارة بذلت على مدار 180 يوما منذ اندلاع السابع من أكتوبر في قطاع غزة وعرف به عملية طوفان الأقصى. وفي اليوم التالي كان رد الفعل الإسرائيلي العنيف الذي وصل إلى حد الإبادة الجماعية وقتل وتقتيل ومقتلة كبرى للشعب الفلسطيني على مدار 8 أشهر حتى الآن. وأعتقد أن هذا الجهد ربما المجتمع الدولي يسجله بكثير من الإيجابية والنجاعة لحجم مقدماته تقوم به الدولة المصرية على مدار الساعة ومحاولة لتوفير الإنقاذات العاجلة ومراحل الإغاثة الضرورية التي ساهمت فيها مصر باعتبارها كانت الرقم ليس فقط المهم، الرقم الأصعب في تلك المعادلة منذ 8 أكتوبر وحتى الآن. كل الحقائق وكل المعطيات بتؤكد أن حجم ما قدم من مئات الآلاف من كل نوع من أنواع الإغاثات الإغاثية الطبية والإلقائية والعلاجية والإغاثية والمعيشية وأيضا عمليات متتالية لإدخال
كثير من القوافل والشاحنات، وايضا رفض مصر الكثير من الضغوط التي مورست باتجاه الا يكون هناك بالفعل اي نوع من ارسال المساعدات. اصرت مصر على هناك ارسال مساعدات وراهنت ذلك بعدم خروج الاجانب او حاملي الجنسيه الاجنبيه ما لم يكن هناك دخول وانقاذ الشعب الفلسطيني في الحال وبشكل عاجل. توالت مصر في كثير من المواقف الايجابيه عندما طرحت كثير من المقاربات والافكار والمبادئ لامكانيه ان يكون هناك بالفعل جهد دولي يتعاطى مع الجهود المصري حتى يستطيع احداث الاختراق المطلوب في تفاصيل المشهد الفلسطيني بعد احداث 7 من اكتوبر، وايضا بذل كثير من الجهود والتضحيات من اجل ان يكون هناك بالفعل التحرك على اكثر من مسار، مسار انساني، ايضا مسار وقائي انقاذي طبي، مسار سياسي، مسار ايضا قانوني، حتى المسار الامني. مصر استخدمت فيه كثير من المعادلات الخاصه باستضافه جولات التفاوض بين الاطراف المتنازعه في القاهره اخرها وما زال مستمرا حتى الان هذا الاسبوع. وبالتالي كل هذه الحقائق تؤكد ان الدور المصري الذي اتسم بكثير من النجاعه وكثير من النجاح وسطر بكثير من احرف من النجاحات على مدار 8 اشهر، المجتمع الدولي اشاد بهذا الدور ووفر لديه استحقاقات الدعم. المجتمع الدولي يرى بما فيهم ممثل الامين العام للامم المتحده سيد جوتيريش الذي زار القاهره 2 مرات وذهب الى معبر رفح ووجه رساله للمجتمع الدولي من على ارض مصر، رساله من عبر معبر رفح للمجتمع الدولي دوره ان يكون هناك بالفعل مساعده لامكانيه ان يكون هناك بالفعل توفير الاجواء لاستمرار هذا الدور الحيوي والديناميكي للدوله المصريه في ادخال المساعدات. وقال ان مصر تمثل الامل الوحيد على الضفه الاخرى من امكانيات انقاذ الشعب الفلسطيني، ووجه كثير من الاشادات على ما بذلته مصر وتفقد بصور متلفزه للمشاهد والمجتمع الدولي في اركان المعموره التي شهد حجم ما زاره وشاهده الامين العام للامم المتحده في اخر جوله منذ اسبوعين في معبر رفح. نعم. عندما قال ووجد ان هناك مئات الالاف من الشاحنات التي تم تقديمها، وايضا كثير من القوافل تمتد بمسافه 10 كيلومتر تنتظر الدخول الى قطاع غزه، بالاضافه الى ما بذلته مصر على توفير كثير من الاستحقاقات لاستقبال الاف الجرحى بشكل شبه اسبوعي، وايضا الاطقم الطبيه وخليات الازمه التي انشاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاضافه الى عمليات الانزال واسقاط الجوي وانشاء ايضا ما يعرف به مخيمي داخل منطقه خالد يونس في جنوب القطاع ومستشفى او 2 من المستشفيات الميدانيه، بالاضافه الى عمليات الانزال الجوي واسقاط الجوي ومشاركه مصر دول عربيه والمجموعه الاوروبيه ممثله في فرنسا وايطاليا وايضا الامارات العربيه وقطر وغيرها والاردن في المقام الاول انزال هذه المساعدات. هذا الجهد ما زال يتواصل حتى هذه اللحظه، ومصر تصر على دوره ان هناك استمرار لهذا المعبر المفتوح على مدار 24 ساعه في 24 ساعه. بالاضافه لان الجهود التي قدمت في باريس 1 وباريس 2 كانت جهود مصريه خالصه. تلك الافكار والمقاربات بهدنه 3 على 3 مراحل، كل مرحله 6 اسابيع وتبادل السجناء وايضا الاسرى، بالاضافه الى ان يكون هناك بالفعل عوده للنازحين. كل هذه افكار كانت تمتها مصر واعترف بها الجانب الاسرائيلي حتى على لسان نتنياهو في اليومين الماضيين عندما قال الطرف المفاوض القاهره قدمت افكار نقبلها وننتظر رفض حماس في هذا الشان. كل هذه المعطيات تؤكد ان هذا الدور لم يتخلى ليس فقط في 6 اشهر او 8 اشهر الماضيه منذ احداث 7 من اكتوبر، في العشر سنوات الماضيه وانا متابع مراقب هذا الملف منذ 30 او 35 عاما في الاهرام، لم تجد القضيه الفلسطينيه بعد احداث الربيع العربي اي درجه من المجتمع العربي او الدولي الا بعد في العشر سنوات الاخيره على يد وفكر ونهج القياده المصريه ممثله في الرئيس المصري الذي وفر العوده لهذه القضيه على منظار الحضور الدولي في الامم المتحده وفي المجتمعات العربيه وفي المجتمع الاقليمي وفي كل اللقاءات التي عقرت كان هناك موقف مصري يطالب بدوره اعطاء الشعب الفلسطيني حقه وكانت دوله فلسطينيه. في احداث غزه كانت القاهره اول دوله في الاقليم بعد 10 سنوات او 10 ايام او اقل من احداث 7 من اكتوبر التي دعت المؤتمر القاهره للسلام وطرحت فيه خريطه طريق من 17 نقطه او مبدا. كل المجتمع الدولي سار على هذا النهج واعتبر تلك المبادئ المصريه وخريطه الطريق التي قدمها الرئيس المصري في ذلك الوقت في 21 اكتوبر من العام الماضي كانت مخرجات لكل اللقاءات والمعطيات بما فيها قرارات مجلس الامن الاخيره. طيب. شان تعاطي المشهد داخل قطاع غزه. وعلى الرغم من ذلك يعني بعض الازمات من هذا النوع من الازمه التي تشهدها فلسطين قد تفتح باب المزايده من بعض القوى والاطراف على المواقف، يعني الى اي مدى تعتقد انه ذلك متحقق والى اين يمكن ان يفضي؟ بكل تاكيد هذه مزايدات رخيصه ليس لديها حضور على ارض الواقع.
الصور التي تنقلها محطات التلفاز على مستوى العالم من معبر رفح، الجهود واللقاءات المكثفة على مطار الساعة والمحورية. القاهرة أكثر عاصمة في العالم استقبلت كثير من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين ومندوبين دوليين، الطاقة القيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كثير من اللقاءات، كثير من الأفكار، كثير من المبادرات بما فيها كل دول الاتحاد الأوروبي وزعمائه، الاتصالات الهاتفية بين القيادة المصرية والقيادة الأمريكية، التنسيق بين القيادة المصرية والجانب الروسي والجانب الصيني. من زار مصر أعتقد لا توجد عاصمة في العالم استقبل القائد لها مثل ما حدث واستقبلت القيادة المصرية في مصر هذا العدد وهذه الحضور من كوكبة كبرى من شخصيات المجتمع الدولي للبحث في تفاصيل الإنقاذ للشعب الفلسطيني، باعتبار أن الجميع كان يرى أن القاهرة تمثل الحاضنة، تمثل أيضا الدور المحوري والدور الحيوي ونقطة الاستقاذ الرئيسية والاستراتيجية في الإقليم لتوفير استحقاقات الدعم للشعب الفلسطيني، وأن هذا الدور الذي اكتسبته القاهرة من تراكم الخبرات على مدار 75 عاما وتجلى في العشر سنوات الماضية وفي الحروب الخمس الأخيرة من خلال جهود الوساطة والتهجئة وفرض هدن طويلة مطولة باستحقاقات وأفكار مصرية، كل هذا الأمر جعل المجتمع الدولي لديه الثقة والموثوقية في جوهر هذا الحضور المصري، وبالتالي أي مزيرات رخيصة أن يكتب لها النجاح، لأن كل صحافة المجتمع الدولي أو كل الصحافة الدولية ومحطات التلفزة والإعلام والمواقف السياسية التي صدرت من القاهرة كانت خير نبراس وكانت خير رد عملي على تلك الإدعاءات الباهدة التي ليس لديها حضور تدير أن الصورة داخل معبر رفح والاستقبالات من قبل القيادة واللقاءات والنداءات والتواصل المصري كذا مثل هذه الافتراءات الكاذبة وأوجد الصورة الحقيقية لحجم ما يقدم ويقدم وسيستمر يقدم باعتراف طرفي نزاع سواء حماس والجهاد من ناحية والسلطة الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والرئيس الأمريكي الذي أكد في أكثر من إطلالة أنه يؤيد ويشيد بحجم الحضور والدور المصري في الانغماس في تفاصيل المشهد في قطاع غزة على مدار 8 أشهر حتى الآن. أنا بشكرك جزيل الشكر السيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا من القاهرة. حول ذات الموضوع ينضم إلينا من حيفا سيد أمير مخول الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد مخول، ونحن نتحدث عن جولات عدة من المفاوضات هنا وهناك من أجل الوصول لوقف لإطلاق النار. لماذا يبدو الموقف متعثرا وقد يعني نلحظ في الأفق بعض التعنت أيضا، كيف تتابع هذا الأمر؟ بداية أن إسرائيل معنية في تعثره، لأن سياسة الحكومة الإسرائيلية هي منع هذه المفاوضات أن تفضي إلى اتفاق، وكان بالإمكان توصل إلى اتفاق قبل حوالي أكثر من شهر أو شهر ونصف، لكن تم تعويق ذلك. هناك عين تنظر إلى المفاوضات وعين تنظر إلى غزة، والعين الأساسية تنظر إلى بقاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل باعتباره يعني بر الأمان والضمانة للانتصار في هذه الحرب. وإذا تغير هذا الائتلاف أو سقط بسبب الصفقة عمليا تكون إسرائيل قد خسرت الحرب وفقا لنتنياهو. الواضح أنه الصراعات في الأساس إسرائيلية في من يتابع النقاش الإسرائيلي الداخلي، من يتابع النقاش أو التوتر بين المستويين السياسي والأمني والمستوى السياسي الحكومي ومستوى الوفد المفاوض في القاهرة وقبل ذلك في الدوحة وقبلها في باريس وفي كل مكان. لذلك الأمور لا تبدو أنه هناك تعقيدات، هناك قرار في عدم إطلاق يعني وصول هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ، مرحلة التنفيذ. هذا يتعلق بالموقف من رفح، ولأنه سيكون من الصعب على إسرائيل اجتياح رفح أو التلويح على الأقل بورقة رفح كما تقوم به لحد الآن، ويتعلق بموضوع النازحين بالأساس اللي تم اقتناعهم من شمال غزة. فإسرائيل لذلك غير معنية في هذه الصفقة كأولوية. هناك ضغط شعبي صحيح يتعالى يتطور ويصبح أكثر عنيفا، لكن لا يزال الموقف الأساسي في إسرائيل بما فيه الدعم الشعبي هو لاستمرار الحرب قبل أي شيء آخر. نعم. وموضوع الصفقة بات ثانويا في حكومة نتنياهو وحلفائه. هذا ما يتعلق بحسابات الطرف الإسرائيلي. ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ هل تعتقد أنه عليها تقديم استراتيجية مختلفة، إعادة النظر في حساباتها فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف حاليا؟
يعني ليس واضحا ايضا الاستراتيجيه الفلسطينيه في هذا الصدد. يعني من الواضح انه حماس مهما بلغت، يعني هي تملك ورقه الرهائن وهي ورقه فلسطينيه بامتياز، لكن اسرائيل تملك ورقه الضغط العسكري وهي ورقه الى حد كبير اسرائيليه بامتياز في هذه المرحله. وعمليا ترسيخ الاحتلال في غزه وتحويله الى وضع ثابت وتغيير معالم غزه الجغرافيه والديموغرافيه. اعتقد انه ينبغي الممكن فلسطينيا في هذه الحاله تحصيل صفقه مؤقته وليس صفقه شامله. لن يعني يحدث انه اسرائيل تنسحب في هذه المرحله. هناك اجماع في اسرائيل رسمي ومعارضه واجماع شعبي بان هذا الحرب يجب ان تستمر. لذلك اعتقد انه القضيه الانسانيه، الكارثه الانسانيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تتطلب متنفسا لمده شهر ونصف وهذا او شهرين، وهذا شيء اساسي وليس شكلي. لكن الشيء الاساسي انه المطالبه بعقد صفقه مقابل انسحاب اسرائيل من كل غزه، لا يوجد توازن قوى يستطيع ان يفرض ذلك في هذه المرحله، والانتظار ليس بالضروره واعدا. نعم، طيب فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية ودورها سيد مخول، يعني هناك تأكيد على أن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، إلى أي مدى في ظل معطيات الوضع الراهن هذا الأمر مأخوذ في الاعتبار من قبل الأطراف كافة الفلسطينية بطبيعة الحال؟ يعني منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، السلطة تعمل تحت سقف ومظلة منظمة التحرير وهذا مصدر شرعيتها إضافة للانتخابات. أعتقد أنه الانقسام الفلسطيني عاد ليكون سيد الموقف الفلسطيني للأسف. يعني هناك حكومة هذا الوضع الذي طرأ قد يكون إيجابي قد يكون سلبي، لكن القضية الأساسية التي مكنت الشعب الفلسطيني من تحقيق الكثير من الإنجازات وهي استقلالية القرار الفلسطيني على مدار عشرات السنين يتهددها الخطر الآن. عمليا باتت الفصائل لا تستطيع أن تبني على حرب إقليمية، وليس للشعب الفلسطيني مصلحة في حرب إقليمية، وليس الحرب الإقليمية ضمانا لأي حق للشعب الفلسطيني في نهاية المطاف. وأعتقد أن فيها مخاطر أكثر مما فيها فوائد بما تسعى إليه بعض الفصائل. في المقابل أعتقد أنه ينبغي، تحولت الفصائل أيضا كل فصيل إلى ذراع لإحدى لأحد الأنظمة في الخليج وغير الخليج. أعتقد أنه التجربة قد تكون الأكبر في علاج كل الحساسيات الفلسطينية كانت المصرية وإلى حد ما الجزائرية والجزائرية الحقيقة، لكن المصرية لأنها أيضا تعاملت يوميا مع هذه التعقيدات خلال الانقسام، خلال صفقات التبادل مع إسرائيل، خلال وقف جولات العدوان الإسرائيلي على غزة. لذلك هي تدرك أيضا هذه المسألة ولها شأن بالأمن القومي المصري أيضا، وليست فقط يعني حسن نية على بحد ذاته وحسب. نعم. لذلك أعتقد أنه هناك إمكانية أن تقوم مصر في دور كبير جدا في هذا الصدد، وهي ليست معنية بفصيل معين أكثر بخلاف غيرها، لكن هذا لحد الآن لا يظهر جليا، والموضوع يتحول إلى أزرع تحويل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو شعب ليس دولة وليس جهاز وليس كيان بالمفهوم السياسي، لذلك لا يمكن أن يكون ذراعا لأي جهة مهما كانت صديقة. شكراً. أو مهما كانت قريبة. بشكرك جزيل الشكر من حيفا السيد أمير مخول الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. إلى هنا مشاهدينا نصل مع حضراتكم لختام هذه النافذة التحليلية، نعود ونلتقي على رأس الساعة ونشرة الأخبار.